دايما بنسمع عن ان مجال التمريض هم ملائكة الرحمة، وكمان هم الأعمدة الأساسية لأي مستشفى أو لأي مؤسسات صحية، وأطلقنا عليهم لقب في الفترة الأخيرة ولقبوا بالجيش الأبيض. فالنهاردة هيكون معانا شخصية متميزة في مجال التمريض، قدر يثبت نفسه في سن صغير. مش بس كده، ده خد كمان لقب سفير التمريض، مش بس في مصر، ده على مستوى العالم كله. معانا ومعاكم النهاردة ضيفنا اللي مشرفنا، مستر صلاح محمد صلاح، سفير التمريض. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا، نورتنا. أهلا بيك يا مصر. تسلم. نورنا. في البداية كده عايزين نعرف من حضرتك، احكي لنا بقى دراستك في مجال التمريض، وايه اصلا اللي خلاك ان انت تحصل على اللقب ده، خصوصا ان احنا عارفين ان مفيش اي حد حصل عليه قبل كده. الاول بس بوجه دعوتي او بوجه شكري لحضراتكم على الاستضافة الجميلة دي والقناة الصحة والجمال. الحقيقة لقب سفير التمريض يعني اخدته من قبل كلية الطب والعلوم الصحية من شرق اسيا، جامعة UMY. الحقيقة يعني مثلت مصر في اكتر من دولة، كان ليها كلمات مشهورة جدا عن مصر وتمريض المصري في بعض الدول. كذلك كنت ناشر يعني مقالة علمية هناك في شرق اسيا لما بالزبط. كنت بمثل مصر هناك. احنا سمعنا ان انت قلت انا جيت من بلد الاهرامات بالظبط، ودولة الابداع. احكي لنا عن الجملة دي. الحقيقة انا فعلا الكلمة بتاعتي هناك كانت بدايتها انا جيت من بلد الاهرامات ودولة الابداع. مصر دايما مشهورة قوي بالاهرامات والحضارة الفرعونية، فلما اجي اعرف نفسي ان انا الفرعون الصغير اللي جيت من دولة الاهرامات، هو معروف انا جاي منين او جاي من مصر. فدي كانت بدايه حاجه ماركت كده، او حاجه زي ما تقولوا ان هي ليها كلمه مؤثره هناك، فابتديت بيها يعني. عموما احنا معانا فيديو هنشوفه بعد شويه عن اللقطه دي حضرتك بتحكيها، لكن انا عايز اعرف شعورك وقتها بقى. انت يعني احنا هنحكي القصه كلها برضو عشان الناس تكون معانا، هنحكي القصه كلها، بس شعورك وقتها وانت منتصر على 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 اعدائك اللي قالوا لك لا مش اعدائك، انا قصدي بيها الناس اللي يعني اللي بتحاربك، انا قصدي الناس اللي قالت لك مش هتقدر يعني. هو الحقيقه يعني كان حاجه فخر شديد جدا ليا، لان هو ما حصلش او ما حدش حصل على اللقب ده قبل كده في مصر او خارج مصر. فان هم شافوا حد مثال مشرف يعني يمثل التمريض في العالم كله، ان هم يدوني اللقب ده بشهاده معتمده او شهاده موثقه من العلاقات الدوليه في الجامعه هناك عندهم، بالنسبه لي كان فخر شديد، وبالنسبه لي كاول مصري حتى، يعني مش مجرد ان انا حد في العالم او كدوله في العالم، لا كاول مصري. فكلمه اول مصري بالنسبه لي دايما بتعتبر شرف او فخر ليا، باعتبار ان انا اول حد ان انا احصل على اللقب ده كسفير التمريض على مستوى العالم كله. هم شافوا ان انا استحق اللقب ده لان انا مثلت مصر في اكتر من دوله، اتكلمت عن حقوق التمريض في بعض دول العالم، نظمت مؤتمرات كثيره جدا خاصه بدفاع التمريض عن اهداف التنميه المستدامه، اخذت لقب الطالب المثالي على مستوى الكليه ثم الجامعه، ثم شاركت في مسابقه طالب مثالي جمهوريه، تم تكريمي من سياده وزير التعليم العالي. فيعني هم شافوا ان الشخص ده فعلا يستحق ان هو يكون سفير لمهنه التمريض على مستوى العالم. طيب احكي لنا بقى كده دراستك مشيت ازاي، خصوصا ان احنا سمعنا عنك ان انت كنت متميز وسط اصدقائك، وان انت اتخرجت بتقدير امتياز. عايزين نعرف انت ازاي من دبلوم التمريض قدرت ان انت تاخد شهادات من حاجات دوليه كده. هو الحقيقه يعني دبلوم التمريض يعني انا كنت جايب مجموع عالي جدا في اعدادي، دايما التمريض عندنا بعد اعدادي بياخد مجموع طبعا عالي شديد شويه. فالحقيقه دخلت مجال التمريض اللي هو كام؟ اللي هو ممكن يكون اقل من النهائي مثلا بماكسيموم 5 درجات او 6 درجات، يعني طبعا كل ما بتعلى عن الدرجات بتروح اماكن بعيد. فانا طبعا كنت يعني طالع من الاوائل في الاعدادي، وعلى عامه على مدار دراستي، فالحمد لله دخلت مكان قريب مني او من بيتي شويه، باعتبار ان ده التوزيع الجغرافي زي الثانويه العامه بالظبط. فالحقيقه دخلت مجال التمريض من ثانوي، ثم كملت سنتين معهد فني صحي، طلعت من اوائل دفعتي، حصلت على منحه الجامعه البريطانيه هنا في مصر انا ادرس فيها، ولكن يعني كان في بعض المشاكل في العقد اللي انا امضيه، ولكن يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، التحقت بكليه تمريض جامعه بنها. دخلت الكليه برضو وانا على تميز، كل سنه بجيب امتياز. الحمد لله مسكت رئيس اتحاد الطلاب لمده سنتين على التوالي، عملت كذا مؤتمر، شاركت في اكثر من 20 مؤتمر، وكنت المنسق العام للمؤتمر الطلابي الدولي الاول لتمريض مصر، كذلك كنت مؤسس الكامب الطلابي الدولي الاول في مصر. فالحقيقه هي مسار شديد جدا، كل دوت يعني اهني ان انا اعمل سي في كويس لما اقدم بيه على منحه دوليه في الدراسه في جامعه UMY الدوليه. الحقيقه هم قبلوني الحقيقه بشكل كويس ما شاء الله. هو سي في طبعا ما شاء الله، يعني يمكن انا حتى لما شفته او حضرتك اتكلمت معايا قبل الحلقه، الحقيقه يعني بصراحه انا كنت فخور بيك جدا، فخور ان انا معايا ضيف زي حضرتك النهارده. بس قول لي بقى، يعني هو انا برضو بحب، انا يعني انا اصلا من نوعيه الناس اللي بتحب تشوف قصص الاصرار وتشوف الناس تعبت قد ايه عشان توصل لحلمها. انا عايز اعرف منك بقى، كان احساسك ايه لما حد يقول لك انت مش هتقدر، انت مش هتنفع، انت مش هتوصل؟ كان عندي العكس تماما، كان ده بيزيدني يعني اصرار ودافع للامام. كان دايما كان عندي مقوله بقولها، استمتع بالالم حتى تصل،
استمتع بالالم حتى تصل. دايما حتى لما باجي اتكلم في جامعات مصر في بعض التوكس او السبيتشز اقول للطلبه استمتعوا بالالم حتى تصل. كل واحد في الدنيا عنده عوائق، عنده مشاكل، عنده تحديات، لازم يستمتع بكل حاجه فيها عشان يقدر ان هو يوصل. مجرد ان هو يوصل خلاص هو يتفوق على يعني لحظه الانتصار دي بالنسبه له، ده اهم حاجه في حياته. مجرد ان هو يوصل هيبقى ده اقوى رد لكل حد بيقول له لا انت مش هتقدر توصل. في حاجه ضايقتك او اكتر حاجه ضايقتك بعد ما انت وصلت للمرحله دي؟ ايه اكتر حاجه ضايقتك من كلام الناس؟ في يعني ادركت مقوله ان كل انسان ناجح انسان حاقد. في دايما هتلاقي لاي حد، بالنسبه لاي حد ناجح في العالم كله هتلاقي في ناس تقول لك لا يعني keep going او ان هو كمل للامام، ولكن في ناس تانية تقول لك لا انت مين اصلا عشان توصل للمجال ده. فالحمد لله بفضل الله يعني عرفت انك فعلا لو مالكش انسان حاقد. كان في مقوله للشعراوي ان لم تجد لك انسان حاقد فاعلم انك فاشل. فالحين ايقنت المقوله دي، ففعلا كل واحد ناجح هتلاقي ليه انسان حاقد. كلمنا بقى عن مجال التمريض بشكل عام، انت شايف من وجهه نظرك ان مجال التمريض الدراما المصريه بتقلل فعلا من شانه او بتحاول ان هي تشوه صورته شويه؟ الدراما المصريه للاسف عندنا عامل كبير جدا، يعني هي الشعب المصري بيتاثر بالثقافه وبالدراما المصريه شويه، فعندنا الدراما المصريه مصوره التمريض يعني بشكل للاسف مش كويس. فبعض الاعمال احنا دايما حتى نقول لهم طب يعني اذكروا الدور الايجابي والدور السلبي. بس اكيد في حاجات بتذكر الايجابيه برضو، مش كله بيذكر السلبيه. قليل جدا، قليل جدا للأسف. لكن المعظم فعلا يا جهاد، المعظم في الدراما المصريه انا اصلا مشاهد يعني طبعاً المعظم في الدراما المصريه للاسف مش بس التمريض بس، الحقيقه كذا مهنه اخرى بيطلع لك ان دور مثلا المدرس لا ده هو بتاع دروس خصوصيه، دور الممرض لا ده هو بياخد فلوس عشان يقعد مثلا ياخد باله من والدك او والدتك، يعني لو في حد تعرفه مثلا مصاب او عيان مثلا في المستشفى. هي دي المشكله للاسف، كل يعني في كل حته في الدنيا في سلبيات وايجابيات. فبالاسف للاسف يعني الدراما المصريه عندنا مصوره التمريض ان هو حاجه مش لطيفه يعني. يعني اي نعم في دور ايجابي شويه بس اللي هو يعني مش موجود او مش ملحوظ، كل الناس بتركز مع السلبيات شويه. الحاجه الثانيه ان عندنا برضه دراما مصريه زي ما حضرتك قلت من شويه بتصور حتى الدكتور ان هو بياخد فلوس من المرضى وجزار بمعنى صح، ان الصيدلي هو عباره عن ديلر بيبيع ادويه مخدرات، ان المدرس هو عباره عن حد بيدي دروس خصوصيه فقط. يعني للاسف يعني احنا محتاجين وعي ثقافي شويه عن الدراما المصريه، محتاجين نحط اسس وبيزكس معينه، يبقى في استشاري اعلامي للمهن في نقابه المهن التمثيليه. ولكن خلينا نقول ان بعض الاعمال مش كلها، يعني بعض الاعمال فعلا بتشوه صوره يعني التمريض ولكن مش كلها. حضرتك فكرتيني بموقف حلو قوي ايام زمان في الدراما القديمه، دايما كنا نلاقي طب نرس. انا هرجع لحضرتك تمام. للموقف ده، ولكن معانا مداخله مهمه جدا من استاذ دكتور هويده صادق عميد كليه التمريض جامعه بنها. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم يا فندم، كل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيبه وربنا يحفظ الجميع ويحفظ ويرفع هذا الوباء يا ربي، ويعني على العالم كله يا رب ان شاء الله. في البدايه كده احنا بنشكر حضرتك انك خرجت لنا نماذج قياديه زي مستر صلاح. العفو فندم، ده واجبنا اصلا، وفي الحياه هم اولادنا وان هم في الكليه، يعني احنا ما بنقولش كليه احنا بنقول اسره. فلازم المعامله في الحقيقه خاصه بسن الجامعه لازم قريبه جدا منهم من تفكيرهم، لان هم هيتخرجوا بعد كده خاصه المهن اللي بتعامل مع حالات يعني محتاجه رعايتهم زي مهنتنا مثلا. فلازم يكون في مساحه من التفاهم بيننا وبينهم، ان احنا نشوف افكارهم ايه نطورها. ده هو كمان مستر صلاح يعني في الحياه من وهو لسه في الفرقه الاولى في الكليه، هو في الحياه باين هو ومجموعات ثانيه من زمايله في الحياه. احنا يعني نظامنا ان احنا قريبين قوي من ولادنا داخل الكليه، ففي الحياه بنعرف يعني بنقدر نتعرف على شخصياتهم بسهوله. يعني هو في الحقيقة انسان مجتهد وحب ان هو يطور من نفسه، حب ان هو برضو ياخد بايد المهنه قوي قوي، فدي في الحقيقه في تكوينه النفسي اصلا. يعني حضرتك شايفه ان كان عنده مهارات تاهله لده انه يحصل على لقب سفير التمريض على مستوى العالم؟ اه طبعا، ايوه يا فندم، لانه اولا هو يعني أخذ دورات كتير في مجالات مش التمريض والجزء الصحي بس اللي هو يشتغل فيه، لا ده طور من نفسه كلغة، طور من نفسه كعلاقات دولية، طور من نفسه بس لخدمة المجال بتاعه. أخذ دورات كتير في التنمية البشرية، أخذ دورات إزاي يبقى قائد، هو مجموعة تانية من زمايله. بس في الحقيقة يعني هم يعني هو من الشخصيات الرموز اللي باينه في الكليه من وهو لسه في اول يوم فيه.
فاحنا ما بنلاقي حاجه زي كده في اولادنا في الحقيقه احنا بنفرح جدا بيهم، واحنا عايزين الشباب اللي طالع لان ده اللي هيمسك زمام البلد بكره. احنا كده بنعتبر ان حضرتك بتوجهي رساله لكل حد في المجال ده، وان هو ان شاء الله ياخد برساله حضرتك. بنشكر حضرتك جدا استاذ دكتور هويده صادق، عميد كليه التمريض جامعه بنها. انا عفوا فندم، كل سنه بشكر شكرا لك يا فندم، وان شاء الله كده بالتوفيق دايما لكلنا. شكرا لحضرتك. طبيعي طبعا لما تيجي مكالمه من استاذه او دكتوره كنت انت حضرتك طالب عندها بتحس بايه؟ يعني في شعور كده من الفرحه، وانت يعني حتى ايام كنت طالب انا عايز تلاقي تقدير من استاذتك. عايز اقول لحضرتك ان اولا يعني استاذ دكتور هويده صادق هي عباره عن ام لينا بجد، يعني هي دايما بتحتوينا، دايما لما تلاقي حتى طالب متضايق هي بتعرف ولادها مين متضايق ومين مش متضايق، دايما تبعت لنا في المكتب، مكتبها مفتوح، مجرد ما فيش سكرتاريه يعني تقول لك انت رايح فين وجاي منين، لا دايما عندها تعليمات ان الطالب يفتح الباب ويدخل عليا على طول ويقول لي يا فندم محتاج 1 2 3 4. فهي ام جدا لينا، حتى الساده الوكلاء موجودين في الكليه كلهم امهاتنا، والحقيقه كليه تمريض جامعه بنها بتمتاز بده ان هي فعلا اسره كليه تمريض جامعه بنها. ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب. الله عايزينك بقى كده تكلمنا عن الازمه اللي احنا فيها دي، وطبعا انت عارف قد ايه هي ان احنا بنمر بازمه صعبه، وان احنا فعلا خلاص يعني تعبنا جدا من الفيروس ده ومش قادرين نتعايش معاه. ممكن بقى تكلمنا عنه وتعرفنا ايه الفيروس ده، ازاي نتعايش ونتكيف معاه؟ طيب انا عايز بس يعني اطمن الساده المشاهدين واقول لهم ان فيروس كورونا عباره عن فيروس يعني صغير جدا جدا في الحجم، ولكن مشكلته أنه بينتشر بسرعة في الأماكن المزدحمة وفي الوسائل اللي فعلا بتساعد أنه ينتشر في ده. أعراضه أعراض يعني برضو زي دور برد عادي جدا، ممكن تلاقي صداع شديد، ممكن تلاقي عندنا سعال ده بمعنى كحة ولكن بتكون جافة شوية، عندنا كمان الحاجة اللاند ماركت قوي أو اللي بتكون فعلا موجودة بشكل ملحوظ قوي، درجة الحرارة بتكون أعلى من 38، عندنا كمان يعني همدان وتعب شديد في الجسم. للاسف يعني الشخص ده بيكون عنده اعراض برد عاديه، ودي مشكله ان هو بيجي مقارنه بدور البرد فمنعرفش نشخص كويس في الاول، ولكن بنقول ان احنا لما ندي علاج وفعلا كل الاعراض دي مش راضيه تنزل فبناكد بنقول لا احنا ممكن نعمل مساحات وممكن نعمل البي سي ار. طيب في حاجه ثانيه لازم اقولها ان دي مشاكل جهاز تنفسي اللي هو السعال والبرد والكلام ده كله، ولكن فعلا دلوقتي يعني مؤخرا بقى يرتبط بحاجه اسمها الجي اي تي ابسيت وهي اعراض الجهاز الهضمي. ممكن تلاقي حد جدا جاي باسهال مع ان الاسهال ملوش علاقه تماما بفيروس كورونا او الجهاز التنفسي، بس احنا فعلا سمعنا مؤخرا ان في اعراض جديده ليه زي مثلا الاسهال والقيء والحاجات دي. بالظبط ده زي ما الكلام صحيح حضرتك. اه بالفعل ده بيجي فعلا، وممكن يكون جاي مصاحب بس بعرض تنفسي واحد زي الكحه وجاي باسهال وعنده ترجيع، يعني المين او المينجر او الحاجه الاساسيه الكبيره هي اصلا اعراض الجهاز الهضمي. وهل هو معدل يعني هو مثلا هو جين مثلا معين وحد عدله، ولا هو ابتلاء يعني من عند ربنا؟ هو ابتلاء في الاول وفي الاخر، وكل ابتلاء بيجي فيه الخير زي ما احنا عارفين، ولكن هو الحقيقه في الاول وفي الاخر الى الان في دراسات بتجرى في كل الدول عن فيروس كورونا وازاي ان احنا يعني نعمل انتيجين او انتي بوديز تجاهه عشان نبتدي طبعا نطلع الفاكسين بتاعه. الحاجه الثانيه ان انا عايز افاجئكم ان هو ممكن يجي حاجه اسمها اسيمتوماتيك، يعني يجي بدون اعراض تماما. عندنا احد الناس اللي كانوا داخلين الحجر الصحي عشان يعالجوا المرضى من التمريض، المفروض طبعا بتعمل لهم مساحات وتعمل لهم اجراءات معينه عشان يكتشفوا ان هم خاليين من كل حاجه. البنت دخلت تعمل عادي بي سي ار طلع بوزيتيف وهي ما عندهاش ولا عرض واحد، فده معناه ان الفيروس ممكن يجي اسيمتوماتيك او بدون اعراض، ممكن يجي وفي خلال 14 يوم هيظهر عليك اعراض، فلازم كل الاجراءات الوقائيه اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله بعد كده نتخذها بشكل كامل جدا. طب هل الكورونا له اعراض غير مباشره؟ يعني في اعراض غير مباشره حتى لم يعلن عنها حتى الان؟ انا متاكد انه يعني مش متاكد، هو احتمال الفتره الجايه تظهر اعراض اخرى غير اللي ظهرت، ان احنا كل اسبوع بنلاقي اعراض جديده. ظهر حاجات انا اقول لحضرتك عليها غير متخيله، فقد حاسه الشم وفقد حاسه التذوق، مع ان ده ملوش علاقه تماما باي مرض تنفسي. ده بعض المرضى بتيجي تقول لنا انا حاسس ان انا مش قادر ان انا استشعر اللسان بتاعي وانا بتذوق، او ان انا اصلا مش عارف اشم. يعني احنا نقدر نقول ان دي من اعراض فيروس كورونا؟ طبعا، ولكن طبعا احنا بنكونفيرم على ده ازاي او بنتاكد ده ازاي؟ طبعا بنعمل مساحات وبنعمل بي سي ار. بس دي مش الاعراض الاساسيه زي مثلا الكحه وارتفاع في درجات الحراره والحاجات دي؟ لا دي مش الاعراض الاساسيه، ولكن هي بتكون اعراض مصاحبه بس ممكن تكون موجوده. اه طبعا ممكن تكون موجوده. طيب عايزين نعرف منك بقى ايه الفرق بين العزل الذاتي والعزل الطبي؟ العزل الذاتي والعزل الطبي، العزل الذاتي احنا ممكن نقول عليه ان ده الشكل المخالط للحالات. انا صلاح مثلا اشتغل مع حاله وطلع بوزيتيف، تمام، فانا اعزل نفسي ذاتيا ان انا اقعد في اوضتي في بيتي مثلا، خلاص ان انا استخدم البريكوشنز او الاحتياطات المعينه عشان اعزل نفسي ذاتيا لحد ما يتاكدوا ان انا فعلا مصاب بكورونا، لان انا كنت مخالط بحاله، فما ينفعش انا اكون حامل الفيروس وعندي الفيروس جوايا ولسه ما ظهرش علي اعراض وانا ابتدي طبعا اتعامل مع مرضى اتعامل مع الناس. العزل الطبي هو الشخص اللي بيكون كونفيرمد خلاص ان هو اوريدي بوزيتيف او اوريدي خلاص عنده كورونا، فبنعزله طبعا في مستشفيات العزل اللي هي موجوده تبع بروتوكول وزاره الصحه.
معانا بقى مداخلة من أستاذ دكتور يسرية حسن، عميد كلية التمريض بجامعة سوهاج. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك، نورتينا. الله يكرمك، كل سنة وحضراتكم بألف خير يا رب. وحضرتك إن شاء الله. طيبة. الله يكرمك. احنا سمعنا عن حضرتك كتير وشفنا قد ايه حضرتك بتدي طاقة ايجابية وقد ايه حضرتك بتخلينا نتفائل بالخير وان احنا ازاي نتعايش مع الفيروس ده. ممكن حضرتك تدينا كده شوية من الطاقة دي؟ ربنا يا رب يكرمكم ان شاء الله باذن الله. احنا شعب بطبيعته كل طاقة ايجابية، لو حضرتك هتشوفي هتلاقينا يعني بنبتسم مع كل زي ما بيقولوا الجائحة اللي احنا فيها دي، لكن الشعب عنده قدرة انه يبتسم وينكت ويتعامل مع اللي احنا فيه. عندنا قدرة ان احنا نصور الفريق بتاعنا واحنا موجودين ونقول احنا موجودين وواقفين، حتى مش هنقول اللي فقدوا مننا اللي هم جنودنا اللي ان شاء الله باذن الله مأجورين بالشهادة يا رب. هتبص نلاقي ان هم لا ده مصورينهم وعاملين لهم حاجات على الفيس بيقولوا لهم يعني انتوا في معية الله سبحانه وتعالى ومأجورين على شهادتكم، وبعدين حضرتك ميت على جبهة يعني زيك زي جندي الجيش بالظبط، فان شاء الله مأجور بالشهادة. طيب احنا عايزين بقى حضرتك توجهي رسالة لكل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا ولكل ابنائك من مجال التمريض، ازاي نعدي الجائحة دي على خير؟ الرسالة اللي بقدمها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فإن شاء الله بإذن الله إحنا حتى لو كنا نصبنا في الابتلاء دوت فإحنا هنصبر عليه، لأن دي حاجة من عند ربنا. كل الموضوع إن إحنا بس هنتعامل معاه في الفترة دي سواء في مستشفياتنا وبالنسبة للفريق الطبي وبالنسبة للمصريين عموما. إحنا أولادنا الموجودين في الخدمة جزاهم الله كل خير، هيخدموا لآخر لحظة وهم موجودين في المستشفيات ان شاء الله باذن الله. هم خط الدفاع الاول في اي حاجه، هم خط الدفاع الاول واحنا معاهم. وانا كنت قلت لدكتور صلاح اني انا كنت اتمنى ان انا اعود بسني لل 22 سنه علشان اكون حد من القائمين المقيمين داخل المستشفى على رعايه مرضى الكورونا، وبالرغم ان انا سني كبر لكن هم لو يسمحوا لي وياخدوا بايدي ويدخلوني وسطيهم ابقى سعيده جدا. وانا حضرتك تطوعت رسميا داخل لجنه المستشارين في محافظه سوهاج ان انا اكون في الخدمه داخل العزل، فاتمنى في يوم من الايام ان انا ان شاء الله باذن الله تتاح لي الفرصه. يعني رجعت زي ما قلت قبل كده هرجع قائد منتصر انا وولادي، ما رجعتش فايه كرم ربنا في ان الواحد يقابل ربنا في النطاق الضيق قوي 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 ده مع مريض بيعاني ويقابل ربنا هو والمريض، حتى ولو كانت ارواحنا هتلقى الله في الجزئيه دي فاحنا مسلمين، لان هي هتلقى الله، هتلقى الله في اي وقت من الاوقات. اللي انا بقوله يعني الروح مكتوبه بميعاد، طب ليه ما يبقاش احلى ميعاد واحنا في معيه المولى سبحانه وتعالى في الخدمه؟ ونعم بالله. احنا بنشكر حضرتك جدا على كميه الطاقه الايجابيه اللي بتنشريها ما بيننا. شكرا لحضرتك دكتوره يسريه. العافيه يا فندم. شكرا لحضرتك. احنا بقى محضرين ليك مفاجاه النهارده، معانا مداخله من والدتك. انا الحقيقه كنت عايزه افاجئك واخطفها من جهات بس هي اصرت الحقيقه. معانا ولا ايه يا جماعه؟ ايوه معانا مدام حمديه والده مستر صلاح. الو. ايوه اهلا بحضرتك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اولا ازيك يا انس جهاد وزي ازي حضرتك كل الناس القائمين على البرنامج، كل سنه وحضرتك طيبين وحضرتك بالف خير. اتفضلي. احنا بنشكر حضرتك ان انت خرجت لنا نموذج مشرف زي مستر صلاح. شكر لله والحمد لله رب العالمين. صلاح شاب سيد جدا، ويا رب كده اشوفه في احسن حال يا رب واحسن حد في الدنيا يا رب. عايز اقول لحضرتك ونعم التربيه، يعني الحقيقه انا لما اتكلمت معاه يعني اتكلمت معاه يعني قبل الحلقه، هو بصراحه ما شاء الله عليه نموذج مشرف ونموذج حاجه فعلا يعني احنا ناخده قدوه نقتدي بيه الحقيقه يعني. ربنا يكرم حضرتك يا رب، ويا رب كده يعني زي ما قلت اشوفه هو وزمايله وابناء المسلمين كلهم يا رب والمصريين كلهم باحسن حال يا رب، والكل مجتهد بسيط. هو مجتهد فعلا والله من صغره مش من دلوقتي، ودايما عنده اصرار لما بيعوز حاجه لازم يوصل لها، زي ما قال ان هو كان كاتب في الحجره بتاعته استمتع بالالم حتى طفل. وفعلا صلاح بجد هو تعب، تعب بجد، دي حاجه عايزه اقولها له.
من زمان مش من دلوقتي. دي شهادة بقى تعتز انت بيها كده قدام جمهورك. يا امي هو اكيد ما فيش حد في حياته بيوصل لحاجه بسهوله، يعني ما حدش بيوصل لنجاح بسهوله، هو اكيد اجتهد وتعب ويعني شهاداته وقصته كلها دليل على كده. تعب والله، ويعني هو طبعا قال لكم سافر بلاد كتير ودايما يا ماما اعمل ايه، وكنت فاكره له موقف بريطانيا لما اتصل وقال يا ماما انا مش لاقي سكن ومش عايزه اقول لحضرتك الدنيا كانت عامله زي ما ماما بتسيحك على الهوا. احنا بنشكر حضرتك جدا على النموذج المشرف ده. ربنا يخليك. شكرا لمداخله حضرتك. احنا دلوقتي بقى عايزين منك ان انت توجه رساله لكل المصريين وكل الناس اللي بتتفرج علينا. طبعا انت شفت في الفتره الاخيره الناس بدات تستهتر بالموضوع طبعاً. بدا في ازدحام وبدا في تجمعات، فعايزينك بقى تقول لهم مدى الخطوره اللي احنا فيها. الاول بس انا عايز ان انا يعني اتكلم في حته التقرير اليومي النهارده. النهارده 745 حاله، العدد ده محتاج 6 مستشفيات فعليه. 6 مستشفيات احنا ما عندناش للاسف، لا عندنا مؤسسات صحيه تكفي العدد المهول يوميا، ما عندناش يعني استيعاب كافي للفريق الطبي ان هو يخدم الناس دي كلها. فللاسف احنا فعلا محتاجين نعرف حجم الكارثه اللي احنا فيه. ما ينفعش يعني ما يبقاش في اجراءات احترازيه وقائيه بشكل يومي، لازم ان نكون لابسين ماسكات بشكل يعني دائم، كل ما نخرج من بيتنا لازم يكون في الكحول معانا بشكل مستمر، غسل الايدي بشكل مستمر برضو على طول معانا، لازم برضو يكون عندنا تفريق ما بين الماسك الكويس او الكمامه الكويسه والكمامه المش كويسه. عندنا للاسف بعض يعني الناس الموجودين في السوق السوداء دلوقتي بيعملوا ماسكات بشكل يعني غير صحي او ادمي. نتاكد ازاي؟ الماسك نفسه بيكون فيه 3 ثنايات من قدام، 3 ثنايات او 3 طبقات، ده الماسك الاصلي. ثالث حاجه او تاني حاجه ان اللي هو بيكون فيه حاجه ميتال من فوق او حاجه حديد من فوق عشان يبقى يعني عامل زي ايه تايت، او ان هو قافل كويس جدا على مجرى التنفس الهوائي بحيث ان هو ما يصيبوش اي عدوى. الحاجه الاخيره برضو انا عايز انوه عليها ان احنا ما نبقاش في اماكن مزدحمه بشكل برضو مستمر، يبقى فيه برضو اماكن تهويه على طول. اي مكان انا موجود فيه يبقى فيه حاجه اسمها السوشيال ديستانس او الفيزيكال ديستانس، المسافه اللي ما بيني وبين مثلا استاذ عبد المنعم او استاذ جهاد، فالطبيعي ان ده يبقى دايما ملحوظ، ما يبقاش فيه تلامس على طول. في 3 فتحات موجودين برضو في الوجه ما ينفعش ان انا المسهم الا لما اتاكد ان ايديا دول كلير وما فيهمش اي حاجه، طبعا فتحه العين والانف وكذلك الفم. فالاجراءات الوقائيه دي اللي هنكمل بيها ونتعايش مع الفيروس، احنا مش عارفين كل الدول هتوصل امتى، ولا المصل هيبقى موجود امتى، ولا اي فاكسين هيطلع امتى، فلازم نتعايش بالاجراءات الوقائيه دي بشكل يومي. طب هل حضرتك يعني طب احنا حاليا الممرضين والدكاتره بيعملوا عليهم، هل انت ممكن مثلا تنصح الشباب ان هم يعملوا زي جماعات صغيره كده برضو بخطوات احترازيه يحافظوا فيها او يبداوا يساعدوا التمريض والمستشفيات؟ هل ده ممكن يحصل؟ الفكرة كلها ان ده ممكن يحصل بشكل صحي او بشكل اسلوب وقائي لو هنقدر احنا نعمله، فنجري الاول تجارب عليه ثم نقول ان هو فعلا يقدر ان هو يطبق بشكل 100% ولا لا، بحيث ان هو طبعا لما يتم تطبيقه ما يبقاش فيه مشكلة منه. احنا بنشكر حضرتك، الفقرة للأسف انتهت بسرعة جدا. بنشكرك، ان شاء الله تكون معنا تاني بإذن الله. اكيد طبعا. بشكر مستر صلاح محمد صلاح سفير التمريض على مستوى العالم، بجد احنا استمتعنا جدا معاك. يعني قبل ما ننهي الفقرة بتاعتنا هنشوف الفيديو بتاعه، الكلمة اللي كان بيقولها في شرق آسيا، وان شاء الله نشوفكم على خير على في حلقة جديدة من برنامج فيس توك كل يوم 4 الساعة 10 مساء. سلامات باجي. باجي. بسم الله الرحمن الرحيم. The nurse is the one who opened the eyes of a newborn, gently closed the eyes of dying man. Indeed, a high blessing to be the first and the last witness of the beginning and the end of life. Ladies and gentlemen, dear my honorable attendees, professor, doctors, and my colleagues from over the world, this is Salah Muhammad Salah, nursing ambassador who came from the land of the pyramids and the country of innovation, Egypt. It's an honor for me to represent my country here today in this program for exchange and other cultures. Actually, cultural exchange program provides an opportunities to explore more traditions, customs, beliefs, language, and much more. However, such opportunities makes you see the world from a different and other lens. This provides alternative perspectives to you and to other. Definitely, experiencing something new is really the best way to learn. Cultural exchange allows you to experience another culture by living and learning much more about customs, language, traditions, lifestyles, food,
social structures, and whatnot. As a young ambassador here today, want to confirm about something is really important to happen. In April 2019, the United Nations reported about investing the youth power in changing the country's development. As we are a new blood at any place, we are the brain of organizations and also the heart of any foundations. Everywhere, we having the power to change. As a nursing student here today, WHO reported about next year, 2020, is going to be the year of nurse. Nurses and midwives are essential to achieve the universal health coverage over the world. The campaign